السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم طالباتي الأعزاء، طالبات الصف الرابع، درس جديد من دروس التعلم عن بعد لمادة الحوسبة وتكنولوجيا المعلومات. رؤية المدرسة إعداد فتيات متعلمات مبدعات قادرات على بناء مجتمع واع متحضر محافظ على أخلاقه وقيمه ومستخدمة للتكنولوجيا الحديثة. الوحدة الأولى والثانية مراجعة عامة للمفاهيم النظرية. الدرس الأول من الوحدة الأولى صحتك والحاسوب. الدرس الأول من الوحدة الثانية استخدام أجهزة التصوير والتسجيل. الدرس الثاني إنشاء وتعديل الملفات الصوتية. الدرس الثالث البحث عن ملفات الوسائط المتعددة. القيمة الشهرية التميز. القيمة الأسبوعية الإتقان. إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. أهداف الدرس: في نهاية الدرس يجب أن تكون الطالبة قادرة على مراجعة المفاهيم النظرية للوحدتين الأولى والثانية. سنقوم بالمراجعة من خلال حل الأسئلة التالية: أولاً، السؤال الأول: الطريقة السليمة للكتابة على لوحة المفاتيح. طبعا لدينا عدة طرق للمحافظة على الصحة، وهذا درس صحتك والحاسوب. أولا، كيفية استخدام الحاسوب بشكل آمن، أو كيفية طريقة الجلوس الصحيحة، والاستخدام الأمثل للحواسيب المحمولة والهواتف الذكية، وأيضا الاستخدام الأمثل للوحة المفاتيح والفأرة. علينا الضغط على B لأن هذه هي الطريقة الصحيحة للكتابة على لوحة المفاتيح. السؤال الثاني: نوع من الملفات يشغل مساحة تخزينية كبيرة على جهاز الحاسوب. طبعا لدينا عدة مساحات تخزينية تبدأ بالبايت وتنتهي إلى التيرا بايت، وتنتقل من البايت إلى كيلو بايت، ميجا بايت، جيجا بايت، ثم تيرا بايت. طبعا ملف الفيديو يشغل أكبر مساحة من الملفات الموجودة. ملفات، أنواع الملفات هي الملف الصوري وملف نصي وملف صوتي وملف فيديو. وطبعا أكبر ملف بيشغل مساحة تخزينية هو ملف الفيديو. الطريقة السليمة لإمساك بفأرة الحاسوب، أيضا من الإرشادات اللازمة لاستخدام الحواسيب. ب علينا أن تكون الأيدي مستقيمة عند استخدام الفأرة أو لوحة المفاتيح. يستخدم برنامج Audacity لتحرير مقاطع الفيديو أم تحرير وتعديل الصور؟ نعم، برنامج Audacity يستخدم لتسجيل وتحرير المقاطع الصوتية، إذن إيه؟ السؤال الخامس: جهاز يستخدم لتسجيل صوتك على جهاز الحاسوب. طبعا سماعات متصل بها مايكروفون، نستخدم الميكروفون لتسجيل الصوت. الامتداد .mp3 يرمز إلى، طبعا الامتداد بنستخدم الامتداد، أو الامتداد بيعرفنا إيه؟ بيعرفنا نوع الملف. يعني إذا رأينا الامتداد نعرف من خلاله نوع الملف. طيب أنا عندي امتدادات لإيه؟ لملف، طبعا على حسب أنواع الملفات، ملف نصي وصورة وصوت وفيديو. الامتداد .mp3 يرمز إلى ملف الصوت، بينما الملف النصي .text
وضعية الجلوس الصحيح عند استخدام جهاز الحاسوب. طبعاً إيه؟ الاستخدام الصحيح للأجهزة الذكية. طبعاً بي. يجب أن تتبع قاعدة لحماية عينيك عند استخدام الحاسوب لساعات طويلة. طبعاً قاعدة 20-20-20 تعني إيه؟ أول 20 إن إحنا نستخدم الحاسوب لمدة 20 دقيقة، ثم الأخرى نأخذ استراحة لمدة 20 ثانية، و 20 الأخيرة نجلس على بعد 20 قدم من الحاسوب. الشكل الموجي في برنامج أوداسيتي اللي هو بيظهر وأنا بسجل ده طبعاً بسميه الإشارات الصوتية. نقط جهاز يستخدم لالتقاط الصور ومقاطع الفيديو ويمكن تخزينهم إلى الحاسوب. طبعاً إحنا عندنا أجهزة الالتقاط، أجهزة الالتقاط إحنا عندنا 4 أجهزة: الهاتف الذكي وقلنا بيلتقط صور أو صوت أو مقاطع فيديو، والكاميرا الرقمية وتلتقط الصور والفيديو، والميكروفون ويلتقط المقاطع الصوتية أو الصوت، وأخيراً الماسح الضوئي ويلتقط المستندات والرسومات والصور، وكل هذه الأجهزة يمكن تخزين البيانات والملفات من عليها إلى أجهزة الحاسوب. إذن جهاز يستخدم لالتقاط الصور ومقاطع الفيديو هو الكاميرا الرقمية. الإفراط في استخدام الوسائل التكنولوجية يؤثر على التفاعل الاجتماعي مما يؤدي إلى نعم العزلة الاجتماعية. يرمز الامتداد نقط لملفات صور. زي ما قلنا احنا عندنا مجموعة من الامتدادات، والامتدادات يعرفني نوع الملف. إذن نوع الملف هنا صورة، ما هو الامتداد لملف صورة؟ .jpg. ينطبق قانون الطبع والنشر على قانون الطبع والنشر. إذا استخدمنا صور أو أي نوع من أنواع الملفات من خلال الإنترنت، علينا أخذ الإذن أو أخذ التصريح للاستخدام، لأن هذا من قوانين الطبع والنشر، لابد أن نأخذ الإذن عند استخدام أي من الملفات الموجودة على الإنترنت، وهذا يكون طبعاً للجميع. يشير امتداد الملف إلى امتداد الملف، دائما يشير امتداد الملف إلى نوعه. جهاز يستخدم في التقاط الصور ومقاطع الفيديو ثم تخزينها كملفات وسائط متعددة في الحاسوب. طبعاً أنا عندي الهاتف، من خلال الهاتف أقدر ألتقط صور أو مقاطع فيديو أو صوت أيضاً، ومن خلال الماسح الضوئي يمكن التقاط الصور والرسومات والمستندات. إذن الإجابة هي الهاتف المحمول. جهاز يستخدم في إدخال الصور والمستندات إلى الحاسوب كملفات رقمية، إذن الماسح الضوئي. يستخدم في توصيل أجهزة الالتقاط بالحاسوب.
هناك منافذ توصيل تستخدم لتوصيل الأجهزة بالحاسوب لنقل الملفات من الجهاز إلى الحاسوب أو نسخها أو نقل الملفات من الحاسوب إلى جهاز أيضاً، إذن هي منافذ التوصيل. قبل تنزيل صورة من الويب يجب علينا أخذ إذن من صاحبها. لماذا؟ لأن هذه هي قانون الطبع والنشر كما ذكرنا سابقا. أجهزة الالتقاط، لأجهزة الالتقاط منافذ خاصة في أجهزة الحواسيب تسمى منافذ التوصيل. ليه بيكون عندي منافذ توصيل بالشكل ده؟ علشان إيه؟ توصيل البيانات بين الأجهزة أم لإطفاء وتشغيل الأجهزة؟ طبعاً لتوصيل البيانات بين الأجهزة. من الإرشادات الواجب اتباعها أثناء تسجيل الصوت، لدينا مجموعة من الإرشادات يجب علينا معرفتها جيدا أثناء تسجيل الصوت، وهي استخدام سماعات الرأس أم التعجيل بالكلام أثناء التسجيل أم الجلوس في مكان مزدحم. طبعا علينا الجلوس في مكان هادئ وألا نتعجل بالكلام أثناء التسجيل، إذن استخدام سماعات الرأس هي الاختيار الصحيح. من الإرشادات الواجب اتباعها أثناء تسجيل الصوت، هل الجلوس في مكان هادئ؟ نعم. التعجيل بالكلام أثناء التسجيل؟ لا. رفع الصوت أثناء التسجيل؟ لا، لأن من الإرشادات خفض الصوت وتقريب الميكروفون من الفم. إذن الإجابة الصحيحة هي إيه؟ من الإرشادات أيضا الواجب اتباعها أثناء تسجيل الصوت، الجلوس في مكان مزدحم؟ لا. استرخي ولا تتعجل بالكلام أثناء التسجيل؟ نعم. ورفع الصوت طبعا خاطئ، إذن الإجابة الصحيحة هي B. انتهينا من حل الأسئلة وانتهينا من مراجعة المراجعة. أراكم إن شاء الله في درس جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.